جينا عند هذه الجمعيه باش تعاونوا معنا جزاكم الله خير. الله يرحم لكم الوالدين. كطيح في الدرب ولا تقيقات المكانه كطيح وقال الله الشبكي ما عنده واحد الحاله ديال النيف عندها كيسيح الدم والسيده اختها المكله مابقاش كتشاف مسكينه وعندها الحريق في كرشها وعندها الحرق في الصدر ديالها والسيده مكرفصه بزاف. الله يرحم. السلام عليكم الاخوان جزاكم الله خيرا. الوالده دخلت لهاد جات مريضه بزاف كانت كطيحنا في الدار وجبناها لقيناها مرضى في مرض القلب وعندها عمليه كبيره الحمد لله مشينا على الجمعيه المغاربه الانقاذ وقفوا معنا وقفات رجل جزاكم الله خيرا والحمد لله على كل شيء داز بخير وعلى خير. تنشكر الجمعيه انقاذ المغرب جزاكم الله خيرا. الوالده كانت عندها واحد العمليه ديال القلب كانت صعيبه شويه الحمد لله الناس مشينا عندهم تقبلنا احسن استقبال والحمد لله ما خصنا حتى خير معاهم بخير وعلى خير. الوالده راه ولات بخير وعلى خير جينا للكلينيك وقفوا معنا حتى هما وقفه مزيانه كيتعاملوا مع الناس مزيانين كلشي بخير وعلى خير الحمد لله بخير وعلى خير. كانت داخله واحد صعيبه واحد الحاله لا يريها شي واحد هادشي اللي كاين وشكرا للناس شكرا للمحسنين وشكرا كامل الناس اللي وقفوا معنا جزاكم الله خير.